نتحدث أكثر عن هذه التفاصيل. ينضم إلينا رائد الخضر ومدير قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا بك رائد، دائما معنا. يعني في البداية مثل ما كنا نشير إلى تقرير الوظائف الذي جاء إيجابي للأسواق، برأيك رائد الآن توجهات الفيدرالي المستقبلية وحتى في الاجتماعات المقبلة إلى أي مدى هذا التقرير، مع العلم بأن الفيدرالي يركز بشكل كبير وبالدرجة الأولى على التوظيف وكذلك مستويات التضخم؟ يعني يعول دوما الفيدرال الامريكي وخصوصا في الاونه الاخيره على صحه وقوه سوق العمل الامريكي، ولم يخذله سوق العمل الامريكي في معظم التقارير الماضيه، حيث جميع القراءات كانت دائما هي افضل من التوقعات، وحتى يعني تظهر قوه يعني شديده في سوق العمل. ولكن في نفس الوقت مثل ما تفضلتي، المقياس الرئيسي للفيدرال الامريكي هو هذا الاسبوع وبيانات التضخم، مؤشر السي بي اي الذي التوقعات تشير إلى إمكانية 8.1%، القراءة السابقة 8.3%. خلينا هيك ريكول أو نسترجع الشهر الماضي، كانت أيضا التوقعات تشير إلى إمكانية الوصول إلى 8.1%، وهبط التضخم من 8.5% إلى 8.3%. يعني بمعنى آخر أن التضخم حتى الآن لم يتجاوب بالشكل الذي يتطلبه الأمر بالنسبة للفيدرالي الأمريكي. التضخم لا يتراجع بقوة على الرغم من السياسة التشددية القوية من قبل الفيدرالي الأمريكي. وإذا نظرنا إلى سوق العمل بشكل منفصل، أعتقد أن قوة وصحة سوق العمل هي إشارة إلى ضرورة أو إلى حاجة. يعني في عندنا طلب حثيث إلى سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجود الفرص للتوظيف هو تعويض حقيقة لعملية ارتفاع أسعار السلع أو استغلال لعملية ارتفاع أسعار السلع في الوقت الراهن. إجمالا نحن ننظر إلى أن الفيدرال الأمريكي يخفف أهمية سوق العمل في الوقت الحالي ويركز بشكل أكبر على بيانات التضخم، على الرغم من أن سوق العمل يضغط على الفيدرال الأمريكي ببياناته الإيجابية أن يكون في عندنا تشديد في السياسة النقدية ورفع مستمر ورفعتين قادمات على أسعار الفائدة توصلها إلى ما فوق مستويات 4.2%. ولكن ترجمته في الأسواق كانت يوم الجمعة بشكل واضح أنه الفيدرالي يشدد السياسة النقدية، أي الأموال الرخيصة الأموال السهلة سوف يتم تنشيفها من الأسواق وسحبها من الأسواق من خلال أسعار الفائدة، وهنا يعني تفاعلت بالانخفاض أسواق الأسهم إجمالا. نعم رائد، لاحظنا بالنسبة لخبر وأيضا قرار أوبيك بلس اللي جاء في المقابل ردود فعل أمريكية وأيضا لتصريحات جانيت يلين فيما يتعلق بأن قرار أوبيك بلس لربما سيضر بالاقتصاد العالمي بالنسبة حسب رأيها، لكن برأيك أنت كيف من المتوقع أن يكون لانعكاس هذا القرار، وهل نتوقع وصول أسعار النفط لمستويات فوق $100 بالفترة القادمة؟ يعني هو القرار من وجهة نظر أوبيك بلس هو مبرر بشكل واضح بأنه في عندي مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي، يوجد لدينا في نفس الوقت يعني انخفاض واضح في أسعار النفط في الآونة الأخيرة نتيجة انخفاض الطلب عليها، وبالتالي كانت حركة أوبك بلس بتقليص الإنتاج ب 2 مليون وهو 2%، يعتبر تقليص كبير نسبيا، ولكن هذا ينم عن توجه واضح وحقيقي من قبل أوبك بلس إلى فرض أسعار نفط تفوق $80 إلى $85 البرميل كمستويات استقرار للأسعار. على الجانب الآخر، الركود الاقتصادي الذي يضرب بالعديد من الاقتصادات العالمية هو بنتيجة أزمة الطاقة بلا شك، أنه في عنا نحن ضغط التوترات الجيوسياسية، الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وفي نفس الوقت عنا عملية الخروج الواضحة من الأزمة الكورونا، أظهرت في نفس الوقت أنه في عندي سياسات تحفيزية بشكل كبير جدا وتوجه نحو تشديد السياسة النقدية من جميع البنوك المركزية، هذا قلص من أسعار السلع، ومن هنا تعود مرة أخرى مواكبة الإنتاج للطلب الفعلي في الأسواق، هنا ممكن أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي. يعني كنا شاهدنا كذلك بعض التحركات الأصول الإيجابية خلال الفترة القليلة الماضية، تحديدا الذهب بعد أن كسرنا حاجز 1700 صعودا، يعني وصلنا وأضفنا عليها فوق $20 عن هذه المستويات، برأيك
توجهات الذهب المستقبلية إن استمرت هذه الحركة؟ لدينا نتائج التوظيف وكذلك أبرز من نترقبه مثل ما أشرت في البداية، يعني التضخم بالدرجة الأولى التي يعني هو تحت أنظار الأسواق بشكل كبير. يعني إذا للإجابة الأفضل على هذا السؤال نضع نفسنا مكان المستثمر حاليا الذي هو قلق بوجود حيازاته أو استثماراته في يعني أسواق الأسهم بشكل مفتوح كليا نتيجة التوتر من أنه يكون في عندي تشديد في السياسة النقدية نتيجة عندنا مقبلين على موسم أرباح الشركات في قادم لدي نتيجة التوترات الجيوسياسية. إذن يرغب المستثمر بتقليل المخاطرة من خلال البحث عن ملاذات آمنة في الوقت الراهن لا يجدها حقيقة في العملات التي تسعر فيها حرب العملات بنتيجة قرارات البنوك المركزية، فيتجه مرة أخرى يعني لم يجدها في البين الياباني، لم يجدها في الفرنك السويسري. فأعتقد أنه كان هناك اختيار للذهب في الآونة الأخيرة أن يكون هو الملاذ الآمن فعليا بالأسواق، خصوصا أنه في عندنا رومرز أو شائعات في الأسواق تقول بأن البنوك التجارية الصينية تقوم ببيع الدولار الأمريكي، بالتالي حتى الكاش الذي كان مسيطر في الفترة الأخيرة الدولار الأمريكي يعني ليس واضح بالنسبة للمخاطر الاستثمارية، فبالتالي صعد الذهب. من المتوقع أن يعود مرة أخرى ليناور فوق الـ 1700 دولار للأونصة. نعم، رائد الخضر مدير قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.